بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. الموضوع ده لقيت ان هو ليه ضروره ملحه، فقلت ضروري نتكلم فيه. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ سلام المسيح. أهلا بحضراتكم، سلام المسيح. أستأذنكم مشاركة الفيديو لأصدقائكم، لأن الموضوع مهم وحيوي جدا جدا جدا. سلام المسيح يسوس، أهلا بك. موضوع مهم وحيوي جدا 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 ويهم الجميع. يهم الجميع. أستأذنكم مشاركات الأصدقاء عشان يوصل الفيديو للجميع. عشان نبدأ في الفيديو أنا محتاج إن يكون معانا ناس كتيرة من كل الكنايس. سلام ونعمة، سموني يوحنا، يا هلا. سلام مسيح، سلام رب المجد، أهلا وسهلا. بارك في يسوس، أهلا وسهلا في يسوس، سلام مسيح. موضوع مهم للغاية. سلام مسيح تيجي، أهلا بك. بص يا جماعة، هنتكلم من الناحية التاريخية للكنائس الإنجيلية أو ما تدعى بالكنائس البروتستانتية. في بعض الناس من الكنائس البروتستانتية بتقبل لفظ كلمة بروتستانتي، لأن هما بداية الكنيسة البروتستانتية اعتراضا على ما حدث من أختنا الشقيقة الكنيسة الكاثوليكية في الغرب. حصل بعض مشاكل تاريخية لا ينكرها أي حد، هي ووارد إن أي كنيسة شقيقة رسولية أو إحنا تحصل هذه المشكلة نتيجة لهيمنة رجال الكهنوت وتسلطهم في السياسة أو تدخلهم وهيمنتهم في أشياء كثيرة. اتسببت هذه المشاكل في تراكم عند راهب كاثوليكي يدعى مارتن لوثر، فرفض مارتن لوثر بالتالي الهيمنة دي كلها وقال لأ، بل أنا من الكلام ده كله ولا عايزين سقوط غفران ولا عايزين سلطة زيادة للكنيسة. أتباعه فيما بعد هم سلام المسيح زينجريس سيسل. أتباعه فيما بعد وأتباع فكره عملوا المذهب البروتستانتي أو الكنيسة البروتستانتية أو الطائفة البروتستانتية سيان أي مسمى.
لكن هو نفسه لا عمل كده، ولا رفض الكهنوت، ولا رفض الأسرار، ولا رفض حاجات كتير. لكن بتعاقب الأجيال وتعاقب الأحداث ظهر مفكرين بيرفضوا هذا الكلام. يعني على سبيل المثال للحصر هنقول المفكرين في كالفن، في توماس هوبز، في سبينوزا، شيلر مخر، ألبرت شوتزر، توبنجن، والهاوزن، أسماء كتيرة يعني جينكل، في أسماء كتيرة متعاقبة. محتاجين نفهم الكلام ده بتاعهم سليم ولا مش سليم. لكن مارتن لوثر شخصيا ما عملش هذا الكلام وما رفضش الكنيسة ككل. اتعرضت أحداث وكلام وتفسيرات. دلوقتي في الكنائس المسيحية موجود حوالي كنائس، تحديدا الكنائس البروتستانتية موجود مش أقل من 2000 طائفة. مشكلة الكنائس البروتستانتية حاجة بسيطة ومش بسيطة، هي اللامركزية. لأن في متعة مش في مركز واحد بس، يعني مش في رئاسة واحدة تحسم المواقف. ده نتيجة للبعد التاريخي ان زهقوا من هيمنة رجال الكهنوت. حصل اختلافات عقائدية، وفي اي كنيسة انجلية او بروتستانتية بيحصل فيه مشكلة بيتم بناء على ذلك بينفصلوا اداريا ويعملوا طائفة تانية. ده الوضع كما هو بكل موضوعية يعني. طب بدايتها النشأة كان من استمرار الاعتراض على الغلط اللي كان بيحصل في بعض الكنائس الكاثوليكية، فكان في رفض لهذا الكلام. شيخ الحكم سلام المسيح سلام المسيح، لكن الأسقف موجود بالرسائل. أي الأسقف موجود بالرسائل، ما اختلفناش، مظبوط. بس الهيمنة رجال الكهنوت في الكنيسة الكاثوليكية في الغرب بالذات هي اللي تسببت ان مارتن لوثر قلب الدنيا عليهم. نتيجة لكده جه بعدها مفكرين زي اللي قلنا اسميهم رفضوا اشياء تانية جوه الكنيسة، مش رفضوا بس الهيمنة. يعني لوثر رفض الهيمنة لكن هم رفضوا اشياء تانية جوه الكنيسة، ودي الكارثة اللي حصلت بعد كده. يعني لوثر في حد ذاته مش هو المنشئ، ولكن هو المعترض الأول على السياسة اللي كانت غلط جوه الكنيسة. والتحكمات في الكنائس عامة موجودة في رجال الكهنوت في كتير من الكنائس، مش الكنيسة الكاثوليكية بس. دلوقتي في ناس كتيرة يحدث ولا حرج من أماكن من الكنائس كتيرة مختلفة مش واخدين الكهنوت على أساس إن هو خدمة. فالرد الموضوع إن حصل هذا الموضوع كانقلاب على السلطة الكهنوتية وما حدث منها. ونشكر البابا فرانسيس الحالي، راجل في منتهى الروعة، راح للكنيسة الأسرية على ما أعتقد، أو للكنيسة البروتستانتية، الكنيسة الأسرية في دول من الدول، واعترف إن كان في حاجة تاريخيا غلط فيشكر، ودي خطوة كويسة جدا. ده المنظور الكنيسة البروتستانتية. الكنيسة البروتستانتية لغاية دلوقتي أنا عايز أقول لكم إن في ناس بتتعامل جوه الكنيسة البروتستانتية أو الإنجليزية من الإنجليين والبروتستانت أكتر أرثوذكسية من بعضنا. سلام المسيح أخ، يعني أهلا بك. في بروتستانت بيتعاملوا أكتر أرثوذكسية مننا. مساء النور ماري مارك، متخيلين؟ بس هما كانت حطوا تاريخيا برضو في مشكلة، ان زهقوا من كتر الهيمنة بتاعت رجال الكهنوت. ده الوضع الحالي والموضوعي لمشكلة الكنيسة البروتستانتية او الكنيسة الانجلية في الموضوع.
بارككم، سلام المسيح. وده دي المشكلة التاريخية اللي حاصلة، والبابا فرانسيس مشكورا اعترف بالكلام ده تاريخيا. حلو، حلو جدا. طب تتحل ازاي؟ احنا يعني نحن لسنا في صراع. في بعض الناس من الكنائس البروتستانتية ومن غيرها بتبين ان هي بتحبنا، لكن بيعملوا عكس كده. في عنا نطاق المسؤولين برضو، وفي عنا نطاق المسؤولين من الكنيسة البروتستانتية، ناس انا لغاية دلوقتي يعني صديق معاهم وبنتعامل بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب ومنتهى المحبة، وبأكد في كل حلقة نتكلم عن الكنائس الوحدة تتم عن طريق المحبة الأول وعن طريق العقيدة مع بعض، بس الاتنين دول ركيزتين أساسيتين عشان نوصل للوحدة الحقيقية. بدون المحبة والعقيدة الوحدة تبقى ولا ليها لازمة. نشكر ربنا. حياتي الجميع مات. أهلا بيك إخواتنا اللي في الكنيسة. احنا قلنا برضه على سبيل المثال، قلنا الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية احنا في ما بيننا شراكة، ومع ذلك ما بيستقبلوش الكنائس الأرمن الأرثوذكس الآباط جوه كنائسهم بطريقة كويسة لائقة. فأنا استفدتش بالوحدة العقائدية إذا كان المحبة مقفولين على نفسه وبيجوا يصلوا عندنا احنا في كنائسنا عادي، لكن لما تروح تصلي عندهم في أزمة شوية. شمعون، بص حبيبي، لما نيجي نجمع ان الانجليين فيهم حوالي 2000 طائفة مسيحية، وحضرتك تقول لي ان الايقونات ما بيعملوش بالهبة الانجليين خالص. سلام المسيح اخونا سمير حنا، يا هلا بيك. الايقونات ما بيعملوش بيها خالص؟ لا، مش كل الانجليين، لان بقول لكم انا عايز اقول لكم في ناس انجليين ارثوذكس اكتر مني، وبيقروا كتب الاباء الارثوذكس وبيقروا كتب اباء الكنيسه الجامعه اكتر مني. مش كلهم. وفي فرق ما بين المسؤولين الكنسيين للكنائس الانجليه والكنائس البروتستانتيه، وما ينفعش نجمعهم كلهم ونقول البروتستانت كلهم بيعملوا كده، او البروتستانت كلهم وحشين، او البروتستانت كلهم حلوين. في نوعات كده وفي نوعات كده، زي ما احنا كأرثوذكس في مننا ناس بتتعامل مع الناس البروتستانت ان احنا في ناس بتحبهم وفي ناس ما بتحبهمش، فمش كل. فالبعد التاريخي للكنيسة البروتستانتية ده اللي سردته في الاحداث، ان هم جم مفكرين بعد مارتن لوثر بوقت وعملوا الفكر ده وعاشوا بالفكر ده، لأنه اتأذوا من الفكر الكهنوتي في فترته. ولكن ده مش مبرر، بس معلش برضو لما تتحط في موقف ان انت رجال كهنة يضايقوك ويرزلوا عليك ورينا تتصرف ازاي. احنا ممكن حد يغلط في حد تلاقي الدنيا بتتقلب. هما برضو في رجال الكهنوت في العصر ده، كان في فعليا اشخاص بهدلتهم، وهيمنة كانت بضيعة، طريقة تعامل مع وتعالي على الشعب بشعة. وارد ان كنيستنا حتى لبطية لو فيها شخص مش حلو ومشي بالسلوك ده مع شعبه يخلي الشعب يعصر. فمعلش خد المواقف بموضوعيتها، حط نفسك مكان الاشخاص دي. كان في اضطهاد للشعب من قبل رجال الكهنوت، اتقلب عليهم ثورة، حصلت حروب. بعدها بفترة جم مفكرين قالوا لا احنا مش عايزين خالص بقى، مش عايزين كهنة ولا اسرار ولا ولا ولا. دلوقتي وصلنا ان الكنائس البروتستانتية لوحدها فيها مش اقل من 2000 طائفة مسيحية. ليهم عذرهم ولا لا؟ ما حصل معاهم مشكلة كبيرة، نعمل ايه يعني؟ معلش حط نفسك مكانه. باختصار، في مسيحيين حقيقيين وفي مسيحيين باسم، صح، في كل كنيسة وفي كل طائفة وفي كل جنسية.
عشان كده انا بقول نتكلم بموضوعية شديدة. صح، نتكلم كاستنادين. هاو يو؟ ثانك جاد، بريز ذا لورد، ثانك يو كاستا. انت بتحب واحدة انجلية وهي خلافك على ايقونات، فهمها قولها ان الايقونات احنا ما بنعبدهاش. انا بقول لكم كنت رايح اللي متابع قناتي على اليوتيوب او متابع التيك توك من بدري هيسمع من النقطة دي. ما بتعملش بس على اليوتيوب كتير ليه؟ بعمل، بس انت مش متابع. اضغط زرار الاشتراك وفعل الجرس وانت هتلاقي، لكن انت ما قلت كده يبقى انت مش متابع. ده انا حتى النهاردة كنت موجود بس الفجرية، الفجر الراهب الهبيت. راهب ازاي؟ انا مش راهب. بترفض الايقونات؟ قولها ليه؟ قولها انت لما بتحبها بتحط صورة ليها بتخليها معاك. هل لو انت بصت الصورة او سلمت على الصورة او خليت الصورة كده بصيت عليها يبقى انت بتعبد الصورة بتاعتها وبتخونها هي؟ لو انت بصت صورتها او انت يعني خليت بصيت لصورتها وركزت شوية، الصور للتكريم وليس تعبير. بالظبط، انت بتطلع في اوقات غريبة برضو. انا الزيبق، انا الزيبق يا حاج. ويقول لعبة صور تمثيل ما له علاقة بالمسيحية. يا جماعة في ناس بتغالي في طريقة تكريم الأيقونة. برافضة ان هي تكرم الأيقونة. احنا زي ما السيد المسيح قال لنا نكرم القديسين مش اكتر، ولا يكون مدشن فمن كرامة المسيح فبنبوس الايقونة اللي فيها الميرون بتاع المسيح، بنبوس الايقونة اللي فيها المسيح وحاجة منه، والتمثال هكذا. بس التمثال بس ما نغاليش، يعني مش تفضل واحد يسجد بزيادة، يفضل بزيادة يعور وهو بيكرم الأيقونة أو بيكرم القديسين بزيادة. لأ، كمان الشفاعة والكلام ده كله قلناه وأشياء كتير. يعني وأشياء كتيرة قلناها بالنسبة للنقط دي. وفي بعد تاريخي برضه، زي ما الكنائس الأشورية قلت إن في بعد تاريخي وجغرافي اتسبب في مشاكل حادثة ما بين الكنائس، من ضمنها برضه الكنائس البروتستانتية. بس اللي مش مقبول إن بعض الناس في الكنائس الصوت واصل، حد يقول لي الصوت واصل يعني الكلام اللي هقوله مسموع الصوت. ماشي تمام جميل، شكرا فرانك. في مسؤولين جوه الكنائس البروتستانتية حلوين جدا في التعامل المتقبل بين الكنائس، وفي مسؤولين تانية رافضين جدا. في مسؤولين تانية رافضين. كلامك صحيح يا دكتور، شكرا جزيلا. سلام المسيح يا جوبا، سلام المسيح. يا ريت باش الكلام على الطوائف. لا لا، انا بتكلم على الطوائف بشكل اكاديمي موضوعي مش في اي شيء تاني. مساك اويك، شكرا. يا ريت غير مسيح مش عاجبه بس يطلع، يطلع واخد ببراء اكتر. مسيح محترم، محترم لك تعيش، ربنا يبارك. بص يا جماعة، من كنايس كلها بيحبونا وبيحترمونا وقابلين للنقاش في التعامل معنا. في مسؤولين في الكنايس عندهم مواقف شخصية، عندهم أفكار معينة، قافلين على نفسهم، هم حرين برضو، هم حرين، فخلي ده بحريته وخلي ده بحريته. بس احنا بقى نيجي نتكلم في النقطة الأهم دلوقتي، وهي نقطة هل احنا بنعادي لا بروستانت ولا بنعادي ولا بنعادي أنجليكان.
اخواتي يا هلا بالارمن. بص يا نادي، تيجي مصر اخش كنيسة الارمن واعرفك ايه اللي بيعملوه. هو حضرتك بتطلع تكلم المسيحيين ولا عايز تبشرنا احنا؟ الجميع. بص يا جماعة، على الصعيد، انت على الاسكورية ولا لسه؟ صدقني اهو الموضوع اللي جاي على طول، بس عشان الموضوع بتاع الكنائس البوسطنطية شاغل الناس كتير وشاغلنا، وعايز نفهم الناس الفروق. الدوسكولية، بالأسئلة اللي اتجابت لي قبل كده، الدوسكولية وهل شفاعة القديسين تلغي شفاعة الله؟ دي قلناها حلقات عن سفر الرؤية عملتها، الليتروجيات موجودة عندي، علامات نهاية الزمان قلتها، وفي كام آية كده محتاجين تفسيرات. حاضر، الدوسكولية من الآخر كده هيبقى الموضوع بكرة على طول بإذن الله بدون مقاطعة، أهو يبقى في وشنا كده. عينيا يا أستاذة منير، عينيا. إحنا ما بنعديش لا بروستانت ولا كاثوليك ولا أنجليكان، وبالنسبة في طائفة نسيتها، وطبعا ما بنعديش اكتر يعني الناس الارثوذكس زينا كمان، فعادي هي الدسكولية والديداكية. الدسكولية تعليم الرسل، والديداكية التعليم المسلم برضو من المسيح عن طريق الرسل. احنا ما بنعديش، واللي بيحب يتفاهم معانا ويتناقش بنتناقش، وبدليل البعد التاريخي اللي هنتكلم فيه النهارده والحوار اللاهوتي ما بين الكنائس المصلحه، ولان الكنائس المصلحه او الكنائس البروتستانتيه او الكنائس الانجليه تعدادها كبير، فالكنائس المصلحه ليهم اتحاد اسمه اتحاد العالمي للكنائس المصلحه، واختصاره WARC. وعشان ما اموتش ادوني 10 ثواني وجاي لكم، شيروا البث لاخواتكم الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والانجليكان، الاربع كنايس انا عايزهم موجودين ارجوكم على هذا البث. رواق يا جماعة، رواق. نستكمل الحوار بقى اللاهوتي مع الكنائس الإنجيلية أو البروتستانتية أو المصلحة. بدأ الحوار اللاهوتي تحديدا ما بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية اللي هم إحنا والأرمن والسوريان والإريتريين والإثيوبيين، الخمسة الأرثوذكس الشرقيين، مع الكنائس المصلحة في مصر. يبقى قعدوا معانا فين؟ في مصر. وانعقد لقاء تاني للحوار، وده اتعقد في هولندا سنة 1994 في سبتمبر شهر 9. يعني كده الحوار ده بقاله حوالي 7 سنين. لا 7 سنين ايه؟ 17 سنة. الحوار بقاله 17 سنة.
دار الحوار في هولندا، وطبعا دي ابعد كنيسة اهتم عمل الحوار معاها، لان الكنائس اللي قبل كده عملنا الحوار معاها قبلها بفترة شوية. ليش ما حد عزمني؟ ما كانوا يعرفوا انا ايه. دار الحوار في هولندا حوالين طبيعة السيد المسيح يا جماعة. الحوار حوالين طبيعة السيد المسيح محسوم في كل الكنائس ومتفق عليه في كل الكنائس، احنا والكاثوليك والانجليكان والبروتستانت. وللمزيد خش على حوارات المسكونية عندي على قناتي على اليوتيوب، الرابط في اللينك او في علامة اليوتيوب بنفس اسم دكتور اوغستين كده بالانجليزي، او اوغستين السمعان بالعربي في مربع البحث في اليوتيوب. حلو، طبيعة السيد المسيح محسومة. الكنيسة اللي عايزين نحسن بإذن الله مع بعضينا فيها الحوارات المسكونية هي فاضل الكنائس الأشورية، والكنيسة الأشورية عاملة اتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية. نعود للكنيسة المصلحة أو الكنائس البروتستانتية. اتكلمنا حوالين طبيعة السيد المسيح، كان ساعتها مين اللي عمل اللقاء؟ ألقى قداسة البابا شنودة الثالث محاضرة كان بيتكلم عن عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية الكنائس الخمسة، وشارك في بعض الجلسات واتفق الحاضرون على صيغة مشتركة. الصيغة المشتركة دي هي اللي هنذكرها مع بعضين، وقال ان الصيغة المشتركة دي هتكون موضع دراسة السلطات المسؤولة لدى الكنائس الطرفين. خلونا نقفل الشبابيك عشان الصوت. هم مش عارفين ان العظيم بين القديسين بيحاضر دلوقتي. الله يسامحه، الله يسامحه اخي، يعني كسروا تواضعي. لا، كان في اختلاف حوالين طبيعة السيد المسيح من سنة 451، والخلافات دي ما اتحلتش غير متأخر. للأسف الخلافات دي ما اتحلتش غير متأخر خالص في الأوقات دي، يعني الكنائس المصلحة ما عملناش معاها اتفاق غير 1994. واتفق على استمرار الحوار حوالين الخلافات الأخرى الكتيرة والهامة. ابتدوا بالحوار حوالين أولا إيه مفهوم الوحي المقدس، وإيه مفهوم الكتاب المقدس أصلا. سلام جدوف، يا هلا، I miss you، I miss you too، I miss you three. سلام مسيح. واتفقنا على مكانة التقليد الكنسي. وقف عندك هنا أي واحد وأي واحدة مهما كبر أو صغر على أي سوشيال ميديا، لما تتقال إن الكنائس نفسها اتفقت على مفهوم الوحي وعلى مفهوم الكتاب المقدس وعلى مكانة التقليد المقدس الكنسي، بتتصارع على إيه؟ إذا كان أصلا الكنائس متفقة على الفهم إن في حاجة اسمها تقليد كنسي. الموضوع صادم، إيه رأيكم؟ صادم صح؟ ألفاظ بسيطة جوه الاتفاقية وجوه الحوار. سنة 1994، من 17 سنة، 17 سنة متفقين على حاجات صح؟ 17 ولا 27 كمان؟ لا 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 لا، ده انا غلط في الحساب، حرام، ده رقم ما ينفعش اتغلط فيه. احنا دلوقتي 2021، كنسي. ايوه انا بتكلم في 27 صح؟ 27، دماغي تعبانه النهارده. تخيلوا بعد الزمن ده كله ونيجي نتخانق ان في تقليد مقدس ولا مفيش تقليد مقدس. هاي مارلي، اهلا بيك.
تقليد الكنسة اهو تم الإعلان. واتخذ الكنائس المصلحة قرار بإرسال توصية لدور النشر التابع ليها عشان متكررش مكان يذكر في مطبوعاتها أن عائلة كنائسنا تتبع المعتقد المونوفيزيقي أو المونوفيزيقي بمعنى الطبيعة الواحدة وليس الواحد، والتي تعني إنكار ناسوت السيد المسيح. شوفوا بقى الكنائس البروتستانتية عملت ايه. الكنائس البروتستانتية خدت الكلام ده ووصت المطبعة اللي بتطبع الكتب بتاعتهم ما يكتبوش ان احنا بتوع الطبيعة الواحدة وليس الواحد، واللي دي بتتكلم على فكرة ان احنا بنقول بدعة اطاخي اللي هو اللاهوت دو بالناسوت. فهم صلحوا الفكر لما اتناقشنا مع بعضينا، صلحوا الفكر كان متاخد عننا غلط. واحنا شرحنا لهم فكر التقليد حلو، لكن على المفهوم الروحي هم الوحي والكتاب المقدس كان في برضو جدال. يعني شرحنا التقليد الكنسي، شرحنا الكتاب المقدس، ولكن كان في جدال حوالين النقط دي. بس طبيعة السيد المسيح اتحلت، بس فهموا على الاقل احنا بفكر ازاي بفكر حوالين الكتاب المقدس الوحي وحوالين التقليد. فهموا حتى لو ما وافقوش عليه، بس الفكرة فهموا اتكلمنا فيه. الاتفاق حوالين طبيعة السيد المسيح هقوله انجليزي بعد كده ترجمه ماشي، وركزوا معايا الله يكرمكم. Oriental Orthodox Reformed Dialogue Crick and Verlet Drink Bergen The Netherlands September 13, 1994 Agreed Statement on Christology Introduction. In our search for a common understanding of a difference in Christology that have existed between us, we have thought it appropriate to focus upon the formula of union, Antidomini 433. This formula represents an agreement reached by Antioch and Alexandria following the Third Ecumenical Council in 431, and as such provides a common point of departure for both parties. We find the interpretations in this agreement to be in accord with the Christological doctrines in both of our traditions. Agreed statement. We confess our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, perfect in divinity and perfect in humanity, consisting of a rational soul and body, begotten of the Father before the ages according to his divinity, the same in the fullness of time, for us and for our salvation, born of the Virgin Mary according to his humanity, the same consubstantial with the Father according to his divinity, and consubstantial with us according to his humanity. For a union has been made of two natures. For this cause we confess one Christ, one Son, one Lord. In accordance with this sense of an confused union, we confess the Holy Virgin to be Theotokos, because God the Word became incarnate and was made human, and from the very conception united to himself the temple taken from her, as to the expressions concerning the Lord in Gospels and the Epistles, we are aware the theologians understand some as common as relating to one person,
and others they distinguish as relating to two natures, explaining those who do that preferred the divine nature according to the divinity of Christ, and those who have a humble sort according to his humanity. This is based on formula of union, reunion, Antidemoni 433. The four adverbs used to qualify the misery of hypostatic union belong to our common Christological tradition. Tradition, huh? Tradition, تقليد. Tradition, tradition. افتكروا tradition دي. Without commingling or confusion, asignostos, without changes, atriptos, without separation, achoristos, and without division, adiaritos. Those among us who speak of two natures in Christ are justified in doing so, since they don't thereby deny there is inseparable, indivisible union. Similarly, those among us who speak of one united divine human nature in Christ are justified in doing so, since they don't thereby deny the continuing dynamic presence in Christ of the divine and human without change, without confusion. Both sides agree in rejecting the teaching which separates or divides the human nature, both soul and body in Christ, from his divine nature, or reduce the union of natures to the level of conjuncting. Both sides also agree in rejecting the teaching which confuses the human nature in Christ with the divine nature, so that the former is absorbed in the latter and thus cease to exist. The perfect union of divinity and of humanity in the incarnate world is essential for the salvation of the human race. For God so loved the Lord that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16, King James Version. The conclusion. Conclusion. In offering this statement, we recognize the misery of God's act in Christ and seek to express that we have shared the same authentic Christological faith in the one incarnate Lord. We submit this statement to the authorities of Oriental Orthodox Church and to the Executive Committee of the World Alliance of Reformed Churches for their consideration and action. Signature of Co-Chairman Metropolitan Bishoy, His Grace Metropolitan Bishoy, General Secretary of the Holy Synod of the Coptic Orthodox Church. Dr. Reverend Milan Obshinsky, the Reverend Dr. Milan Obshinsky, General Secretary of the World Alliance of Reformed Churches. This meeting was honored by the presence of the Holy Bishop, Holy Patriarch Bob Shinoda III, Bob of Alexandria, and Patriarch of the Chair of St. Mark. His Holiness gave a speech in the opening session and participated in some other sessions. نقرا بالعربي وننزل بورا الحق. صيغة التفاؤل نركز فيها لأنها مهمة جدا. نعترف بربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد الكامل في لاهوته والكامل في ناسوته، المكون من روح عاقلة وجسد، المولود من الآب قبل كل الدهور من الناحية اللاهوتية،
وكذلك في ملء الزمان ولد من العذراء مريم من أجل خلاصنا بحسب نسوته. له نفس الجوهر ذاته مع الآب من حيث اللاهوت، ومساويا لنا في الجوهر من حيث النسوت، لأن اتحادا حدث بين الطبيعتين، لذلك نعترف بمسيح واحد وابن واحد ورب واحد. وفقا لهذا المعنى للاتحاد غير المختلط، نحن نعترف بالقديسة العذراء أنها والدة الإله. مين اللي بيعترف بالعذراء أنها والدة الإله؟ إحنا والبروتستانت كمان. سمعتوا؟ أهو ده النص اللاهوتي، ده نص اللاهوتي. نعيد النقطة دي. وفقا لهذا المعنى الاتحاد غير المختلط، نحن نعترف بقديسة العذراء ماريا العذراء أنها والدة الإله، لأن الله الكلمة تجسد وصار إنسانا. ومنذ اللحظة الأولى للحمل وحد بنفسه الهيكل الذي أخذه منه. عشان كده بقول لكم التعبير اللاهوتي الصح، نقول أن الناسوت وجد في الاتحاد. سمعتاش؟ بتهرج يعني الراجل. نعيدها تاني، نعيدها. وبالنسبة للتعبيرات الخاصة بالرب في البشائر والرسائل، نحن ندرك أن اللاهوتيين يفهمون أن بعضها عام بالنسبة لأقنوم واحد، والأخرى يميزون بأنها تتعلق بالطبيعتين، فيفسرون تلك التي تلائم الطبيعة الإلهية وفقا للاهوت المسيح، وتلك التي من النوع المتواضع وفقا لإنسانيته، مبنية على صيغة إعادة الوحدة 433. لا هي بتهرج يا فرانك، هي بتهرج، هي أرمينية وفاهمة يعني، بتهرج. إن الأربعة التوصيفات المستخدمة التي تحدد سر الاتحاد الأقنومي ترتبط بتقليدنا المشترك عن طبيعة المسيح. إيه؟ لا لا لا، أنا هقولها لكم دي تاني برضه. إن الأربع توصيفات المستخدمة التي تحدد سر الاتحاد الأقنومي ترتبط بتقليدنا المشترك. تقليدنا يعني الكنيسة البروتستانتية عندها تقليد يا أخواتنا، الكنيسة البروتستانتية عندها تقليد. عن طبيعة السيد المسيح إن هو وهي بغير اختلاط، بغير تغيير، بغير افتراق، بغير انقسام، أو ما يعرفش إن أنت مسيحية. كبر دماغك يا نيل، إن هو غالبا مش عارف إن أنت مسيحية، عشان أنتوا يا جماعة مش حاطين صوركم ولا حاطين حاجات زي كده. ممكن، فعادي عدوا عدوا. ودي ميزة التواصل لما يبقى فيس تو فيس، وش الوش، بيبقى الناس فاهمة مين اللي بيهرج مين اللي مش بيهرج مين الكلام ده. لكن الكلمات ساعات لما بتتكتب لوحدها كده ممكن ما تبانش معناها أو ايه المقصود. عادي يا جماعة عادي. يبقى طبعا لتقليد الكنسي للكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنائس البروتستانتية أو الكنائس الإنجيلية أو الكنائس المصلحة، إن إحنا كلنا عندنا تقليد، وإن طبيعة السيد المسيح بغير اختلاط ولا تغيير ولا تفريق ولا انقسام. وادوني 10 ثواني تانية أرجوكم.
حاضر ولا تمام التمام كده فل الفل 114 انت كده حبايبي. أولئك الذين يتكلمون منا عن طبيعتين للسيد المسيح هم حقون فيما يعملون، بما أنهم بذلك لا ينكرون الوحدة غير المفترقة وغير المنقسمة. يعني إخواننا البروتستانت من ضمن الغربيين اللي قالوا إن في طبيعتين، فبيبرروا النقطة دي إن هم ما بيقولوش إن في انقسام، وده صح. طالما بيقولوا إن مفيش انقسام ده صح تمام، لكن يقولوا في انقسام ده ما بقاش صح، هم قالوا إن مفيش انقسام. فعلى عينينا وعلى راسنا، كلام حلو سليم ولذيذ. كمان بالمثل أولئك الذين يتكلمون منا عن طبيعة إنسانية إلهية واحدة في المسيح هم حقون فيما يقولون، بما أنهم بذلك لا ينكرون الحضور الفعال والمستمر للاهوت والناسوت في المسيح بغير تغيير ولا اختلاط. دول هم احنا، يعني الاتفاق بيقول ان احنا كشرعيين ارثوذكسيين شرعيين ما نفصلش، ما نقولش ان تم اختلاط ما بين الناسوت واللاهوت او حصل تغيير، يبقى في الحالة دي احنا محقين، وده فعلا بنقول ومن بدري. فيبقى احنا الاثنين كده مسيحيين يا جماعة، ما يخالف بعض اشياء غير طبيعة السيد المسيح لسه بنتفق عليها وبندور فيها ماشي. فهو برغم ان هو قال ان هو مش، بعض الناس بتقول ان هو مش بالطالجيت، بس هما نفسهم في ذكرهم في الصيغة قالوا يا دكتور ايه مشكلة البث اللي فات، ايه مقاطع يعني. احنا في البث اللي فات كنا بنتكلم في التفسير، كنا بنتكلم في التفسير. مشكلة البث اللي فات كنا بنتكلم في التفسير. غالبا كان الأجهزة، حرارة الأجهزة. الطرفين اتفقوا على رفض التعليم الذي يفرق أو يقسم الطبيعة الإنسانية. حصلت مشكلة ايه؟ ايه تاني؟ اما المشكلة اللي حرارة الأجهزة وبالأخص الواي فاي سخن جدا، سخن جدا. غير الاتصالات فعذرا اخواني العزاء. اولئك الذين يتكلمون منا على طبيعه انسانيه الهيه واحده في المسيح هم حقون فيما يقولون، بما انهم بذلك لا ينكرون الحضور الفعال والمستمر للاهوت والناسوت في المسيح بغير تغيير ولا اختلاط. واتفق الطرفين واتفق على رفض التعليم الذي يفرق او يقسم الطبيعه الانسانيه كلا من الروح والجسد في المسيح عن الطبيعه الالهيه. والبدعة اللي بتقول ان فيه انشقاق، اتصالات جت 14، اتصالات جت 14. خلاص يا فرانك خلاص. البدعة اللي بتفصل طبيعة السيد المسيح وتقسمه كانت بتنسب لنسطور، الله اعلم هو فعلا مسؤول عنها ولا لا، بس هو الفكر في فصل الطبيعة ده مرفوض. فهم قالوا رفض مرفوض. نسطور البطريرك هو اللي بيقول ان تاريخيا ان هو عمل البدعة او وقع فيها، تاب ما تابش هو فعلا اللي عملها ولا لا الله اعلم تاريخيا الاحداث. بيكملوا يقولوا او يقلل من اتحاد الطبعتين على مستوى مجرد اتصال، ان هو يقول عليها سينافيا فقط مش اتحاد حقيقي. كما اتفق الطرفان على رفض التعليم الذي يخلط بين الطبيعة الإنسانية في المسيح والطبيعة الإلهية، بحيث أن تمتص الأولى في الأخيرة وبذلك تلغي الوضع. دي كانت عندنا احنا، كانت وطاخي والشرعيين، يعني احنا تم اتهامنا ان احنا وطاخيين
واحنا التأمين الغربيين ان هم النصارى بيفسروا طبيعتين سيد المسيح، ولكن الله اعلم اصلا نستور هو فعليا اللي عمل هذا الفكر ولا هو نفسه مظلوم، لان وارد يكون في اشياء، لان الكنيسه الاشوريه في ناس بتقول ان في اشياء منسوبه غلط لنستور. تمام، احنا برضو بنسرد الاشياء المتعلقه ببعضها مع بعض في هذه الحلقه. واللي بيتقال ان الاتحاد التام للاهوت والناسوت في الكلمه المتجسد لازم خلاص الجنس البشري، لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه، يوحنا 3:16. الختام والخلاصه ايه في الاتفاق، صيغه الاتفاق؟ في عرضنا لهذه الصيغه ندرك سر عمل الله في المسيح ونسعى توضيح اشتراكنا معا في الايمان الاصيل في طبيعه السيد المسيح الرب الواحد المتجسد، ونحن نقدم هذا البيان لسلطات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والاتحاد العالمي للكنائس المصلحة للنظر وعمل اللازم. إمضاءات الرئيسين المشاركين: صاحب النيابة المطران الأنبا بشوي المتنيح والسكرتير العام للمجمع المقدس للكنيسة القبطية. ومين اللي كان ماسك الجانب السكرتير العام للاتحاد العام للكنائس المصلحة؟ الدكتور القس ميلان أوفشينسكي. تمام، فهي دي يا جماعة الحوار اللاهوتي مع الكنائس البروتستانتية أو المصلحة أو الإنجيلية، وقالوا هذا الصيغة وكاتبين في الصيغة طبقا لتقليدنا. الكنائس البروتستانتية فيها تقليد، الكنائس البروتستانتية فيها إيه؟ تقليد. كل الكنائس تتعامل معها اتفاقات حوالين طبيعة السيد المسيح. الكنيسة الوحيدة دلوقتي أو الكنائس الوحيدة الفاضلة للاتفاق مع طبيعة السيد المسيح، وعندنا أصدقاء منها حاليا دلوقتي عندي على الفيسبوك وعلى التيك توك، يعني ناس جميلة برضو. الكنائس الأشورية محتاجين نبين نشوف يعني الاتفاقات مع بعضينا ككنائس شرقية والكنائس الأشورية الباقية، كلنا شرقيين تقريبا، يعني ايه الحل للوصول للكنائس الاتفاق ما بين الكنائس الشرقية والأرثوذكسية الغير خلقدونية والكنائس الشرقية الخلقدونية الأشورية؟ فمحتاجين يتحل هذا الموضوع، لأن كانت الكنائس الأشورية في انعزال جغرافي وتاريخي، بس أعمل بإذن ربنا أن يحصل توافق وتقارب واتفاقات لاهوتية ما بين الكنائس الأشورية. لكن بالنسبة للكنائس المعلنة ككنائس أرثوذكسية شرقية وروم أرثوذكس كاثوليك وأنجليكان وبروتستانت، كله اتعمل اتفاقات حوالين طبيعة السيد المسيح، ما خلى لسه فاضل الكنائس الأشورية. ولكن الكنائس الأشورية نفسها عملت مع الكنيسة الكاثوليكية حوار وعملت اتفاقيات، فنشكر ربنا، ربنا قادر يتمجد، ونبقى نزور اخواتنا الاشورين كمان لما تعمل اتفاقيات ونفرح كلنا مع بعض. الكلدان والاشورين هم ليسوا طوائفهم قوميات، لهم لغاتهم الخاصة بس يشتركون مع المسيح، هم مسيحيين، ما هم مسيحيين بس كنيسة برضه، ومحتاجين نعمل اتفاقيات لاهوتية مع بعضين زي اتفاقيات طبيعة السيد المسيح اللي ما بين الكنائس كلها. ده يا جماعة التصور الواضح واللطيف حوالين طبيعة السيد المسيح جوه الكنيسة البروتستانتية محلولة، ده عن على صعيد الاتفاقيات يعني اللي هتطير. مساء الخير، بتتكلموا عن ايه؟ بنتكلم عن الكنائس البروتستانتية وعلاقتها بالكنائس الأرثوذكسية. مساء النور فيروز،
سيادة غلطي، عايز غلطي 3 28. ماشي حاضر. سلام مسيح، فاتك كتير يا تريزا، فاتك كتير. الراجل انت فيروز جاي متأخر. كلمنا عن الحوار اللاهوتي ما بين الكنيسة الاتحاد العالمي للكنائس البروتستانتية أو الإنجيلية أو المصلحة و مع الكنائس الأرثوذكسية حوالين المسيح. كنت عند الترند. مين الترند كان دلوقتي؟ مين الترند؟ حلوة كاتب وقتها. ممكن تقرا رسالة غلطية 3 28؟ حاضر. ليس يهوديا ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحدا حاجة في المسيح يسوع. الله الله، عايز تقول لنا ان احنا واحد؟ اه ما اختلفناش. بس حبيبي لما الاقي ناس طالعين كنايس، دول ارثوذكس مع كاثوليك، دول انجليكان مع ارثوذكس، ودول مش عارف ايه مع بروتستانت، دول ايه؟ يبقى احنا كده مش كده بنمثل على بعضينا. خلينا نتعامل صح، ان احنا واحد واحد، بس نبقى بايه؟ واحد بمحبة وعقيدة ونقاشات، بمحبة وعقيدة ونقاشات. ممكن تتكلم عن تذهب الروح بعد الموت، بتروح الفردوس، خش على اليوتيوب يا فيروز، تروح الفردوس، الروح اللي زينا بإذن الله ربنا يكرمنا كده، الواحد يروح الفردوس، الروح اللي وحشة تروح الهاوية أو الجحيم، مكان انتظار الأشرار. تمام، لكن إحنا نروح الفردوس. الحلقة هتكون موجودة على اليوتيوب، الحلقة هتكون موجودة على اليوتيوب. طبيعة السيد المسيح يا جماعة، كل الكنائس المسيحية متفق على طبيعة السيد المسيح، حتى الكنائس الأشورية عاملة اتفاق مع الكنائس الكاثوليكية، ما عملتش معانا احنا لسه، بس عاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في اتفاقية دينية ما بينهم وما بين الكنائس الكاثوليك. فدي خطوة حلوة، هيحاولوا ان احنا قريب لما ربنا يسهل يبقى فيه، يخش مجلس كنائس مصر، كنائس الشرق الأوسط آسف، أول حاجة بإذن الله بعد الاتفاقات مع باقي الكنائس. أنا لازم كل الكنائس طبعا تتفق مع بعضها ونقبل بعضينا بإذن الله، بس بناء على العقيدة والمحبة. شرف شرف. انت تهري، فلما تهري ما تهريش يا جماعة. كده احنا عرفنا تصور واضح وصريح ما بين الكنائس المسلحة، واحنا بنفكر في ناحية بعضنا ازاي، على الأقل في طبيعة السيد المسيح متفقين عليها احنا الاتنين، مش مختلفين. الاختلافات الباقية تتصلح بمرور الوقت، ربنا يقدر.
بالنقاشات. بالنقاشات مناقشة توصلنا بإذن الله. والمركزية هنا دلوقتي رابطة اتحاد عالمي للكنائس البروتستانتية، واحنا عندنا كل كنيسه فيها ادارتها، والكنائس الخمسه غالبا يعني لما الكنيسه القبطيه او الكنيسه السريانيه او الارمن ارثوذكس او اللاترين ارثوذكس او الاغسيوبيين، لما حد بيعمل مع حد اتفاقيات بيبلغ الاطراف الباقيه الاربعه، والحوارات المسكونيه مش لسه بدأ دلوقتي في ايام البطل، بدأ من بدري نعمل بابا شنود، ويمكن كان ليها بدايات البابا كله مش عارف، يمكن بس المعلن من أيام البابا شنود. أيوة المسيح هو الله، وموجود عندي على قناة اليوتيوب أدلة كتيرة، مفيش غير السؤال ده اللي هما بيقولوه، سؤال نشيد الإنشاد وتحريف الكتاب المقدس، وكل دي إجاباتها موجودة على اليوتيوب، والفيديوهات البث بتلاقوها على اليوتيوب يا جماعة، بعد ما خلص البث هنزلها لكم على طول بإذن الله. يعني بالكتير الصبحية تلاقوها، ممكن النهاردة بعد ساعتين تلاقوها. طبيعة السيد المسيح نسوتية واللاهوتية، الشرقيين بيقولوا طبيعة واحدة لغاية بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وهكذا بالنسبة للغربيين بيقولوا اتنين بدون انفصال، تعبدين سلام. الحمد لله اتفاق على الأقل على طبيعة السيد المسيح. طب الوحدة مطلوبة إن هي تبقى ما بين إيه؟ كل الكنائس المسيحية كلها كنيسة واحدة، وتبقى مبنية بناء سليم على العقيدة والمحبة. ما تجابوش رجاء محبة يا جماعة، دخلوه على اليوتيوب، خش على اليوتيوب هتشوف كل حاجة، صدقني هتشوف كل حاجة. مين فرانك قصدك؟ ما انا قلت من فرانك بعد كده هو اللي شلني. حلو جميل، نفهم الناس بطريقة سليمة يا جماعة، موضوعية. عشان محدش يهول ولا يهول نتائج سلبية. فرانك اسمه فرانك مكتوب فرانك. في نصوص يعني صريحة يا عمر، خش على قناة على اليوتيوب هتلاقيها فوق، هتلاقيها فوق عندي قناة على اليوتيوب في علامة اليوتيوب في الملف الشخصي، أو هتلاقيها في الوصف، أو اكتب بالبحث أوغسطينوس سمعان في مربع البحث بتاع اليوتيوب، اسم الفيديو ايه، قائمة تشغيل فيديوهات اسمها المسيح هو الله. انت لما تخش في اللينك هتوديك على طول، اللينك اللي موجود فوق. ايه اقرب روزة لينا احنا والارمن الارثوذكس والسريان الارثوذكس والاثيوبيين الارثوذكس والاريتريين روم، هو الاتحاد السوفيتي يونان والاتحاد السوفيتي، كنائس الاتحاد السوفيتي بس الارثوذكس منهم مش الكاثوليك، دول اقرب ناس، اقرب ناس، والكاثوليك بعدهم، قبلهم الانجليكان بعدهم الكاثوليك وبعدهم البروتستانت. يا عمر زرار اليوتيوب في الملف الشخصي، خش عليه يدخلك على طول، او الرابط اللي في الوصف. ماشي، هتشوف شكل القناة، تخش عليها بعد كده من
احسن حاجه خش من زرار اليوتيوب هتريح نفسك. مشكله التقطيع سخونه الراوتر. الجو نار، الجو نار. الاوضه دي بقى لازم اركب فيها تكييف. ايه زم بس مش هلحق. قولش علينا الشتا يتركب سخن وبارد. البس شغال حلو. جننونا ليه؟ يبقى المشكلة مش عندي ولا ايه؟ خلي طاسة تنجع. النظام اللي كنا بنعمله واحنا اطفال، نكب المية في. ماشي يا عم، ماشي يا عم. حد عنده اي سؤال تاني؟ معلش البث بيقطع، ممكن تعيد تاني يا فاروز. فاروز يا رب عقيدة لينا الرومر زوكس وقبلهم او زيهم السوريان رزوكس والارمن رزوكس والاستريبيين والارتريين. يا فيروز لازم تكييف. الف الف مبروك. ماشي اوكي حاضر. لا مش عندك يا دكتور. مش من عندي. تمام اعمل له كمادات. اعمل له كمادات صح. انت عايز ولا خلينا نولع في الكهرباء او نتحرق يا عم؟ ماشي يا عم. استاذنكم شركة الفيديوهات في اليوتيوب ومتابعتها عشان تنتشر وتوصل لناس كتير. امزح يا عم زي ما انت عايز، مفيش مشكلة. تمزح تمسح مش مشكلة، امزح يا عم زي ما انت عايز، احنا نحب نفسة الزباين. سلام يا بيتر. اهلا 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 اهلا. واو ايوه كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ثانك يو جسيل. ربنا يفرح. شكرا. بتريحي قلب في اخر الفيديو بصراحه. يا حلاوه دولارات. بص اهو بص اللي فيها يا جيسي. سلام عليكم. معنا كده خش على اليوتيوب يا اخي. انا بطلت دولارات. الحمد لله الحمد لله. نشكر الله نشكر الله وثانك يو جيزي. بعد كده حد يقول لنا حاجة يا جماعة. يا جماعة حد يقول لنا حاجة يا جماعة. حد عنده سؤال؟ وزع علينا شوية. أنا أي حاضر فاروز. أنا أي اول ما اظبط المليون دولار باذن الله نظبط المليون دولار باذن الله. الجو بقى يبقى ربيع كده. ايوه ربيع طبعا. هو يعني لما يكون في فلوس طايره كده في كل حته الدنيا تمام تمام. تبقى ربيع ربيع يعني. محدش ينكر يعني. يا جماعة كفاية. بص يا جماعة في الدولارات بتنزل. هتنسانا؟ أنا هنسى نفسي أصلا. أنا سبت صوت من جسد. بتسألوا عليه لأنه واقف ليه؟ سيبوه يخش في اليوتيوب ويتفرج هيشوف حاجات كتيرة كمان. بس مش هعجل برضه على كده.
أول ما تحصل 1,000,000 دولار وزع سندوتشات طعمية، أصرفهم يعني طعمية. مش احنا قلنا نصرفهم في أعمال خير؟ أنا حسيتك ليه كده يا مال؟ ليه كده؟ ليه كده يا ماري؟ شفت يا جيسي؟ أعتقد اليوم يا رب يا رب، وريت الناس تبقى فاهمة ومستوعبة، وياريت الحاجات الشخصية كل واحد يبقى خليه في حاله، في حاجاته الشخصية، الحاجات اللي أثر عليك في حياتك تقول فيها وتتكلم الكلام ده كله، الحاجات العقائدية يعني نتكلم فيها باحتراس ونبقى فاهمين ونتكلم بموضوعية. ربنا يتمجد. عايز نصهم أو كلهم مش عايزين؟ لا احسديني يا جماعة، كل اللي عايزين يدعموني دعموني زي ما انتوا عايزين، ان شاء الله تدعموني ب 3 مليون دولار في اليوم، وخلوا الناس تحسد زي ما عايز، احسد زي ما انت عايز. نصلي لرب. امين امين، ربنا يتمجد، وانا ما بحبش النوعيه دي من الناس. ربنا يتمجد، المشاكل دي بتبقى مؤثره للجميع، فربنا قادر يتمجد ويدي كل واحد حق. ايه صحيح صحيح، ستحسدوني في الفلوس؟ بنقول اعمل خير يا اولاد الذين، اعمل خير وانا لم ازعم. يا راجل خش على، بص اتفرج على كام التشغيل من اولها لاخرها وبعد كده تعالى. اتفرج على كام التشغيل دي، واتفرج على قائمة التشغيل القرآني ينشر للمسيحية. الصليب الصليب حبيبي نص السلام. خش على اليوتيوب، خش على اليوتيوب ما تكسلش، انا عايزك تقوم جواها، تقوم جواها تلاقيه. هتكسل براحتك يا عم، الله بعد الشر عليك يعني. فخش على اليوتيوب ما تكسلش، الله يكرمك ما تكسلش. ماشي يلا، الروح جاية من مين؟ ممكن تقول لي؟ اقول لك ما تزعلش، جاية من عند ربنا. حبايبي محدش ليه حبايبي، على السلامة لو سمحت. ما ترد ما تردش، انا مش عارف اجاوبك يعني، انا راجل بيزك ما عندنا، ما تضيعش وقتنا، مش على اليوتيوب تجربة جاهزة، كسل براحتك، مش عارف اجاوبك يعني، انا راجل بيزك ما عندنا، ما تضيعش وقتنا، مش على اليوتيوب تجربة جاهزة، كسل براحتك، كسل سيادتك، وانت مش عايز تعرف، انت حر، عرفنا سيادتك وانت مش عايز تعرف، انت حر. عايز اجابات خش على اليوتيوب. لا نيو لايف لو سمحت، مش عايز تخش يوتيوب، اعرف ايه الوقت، مش عايز تعرف الجواب براحتك. هل في اي اسئلة اخرى يا جماعة غير الاسف؟ حد عندك
سؤال تاني، عرفنا كده إن محسومة طبقات السيد المسيح في الكنيستين، في العلامة الكنائس البروتستانتية والمصلحة والكنائس الأرثوذكسية الشرقية. فالنقطة دي محسومة، طبقات السيد المسيح محسومة. للمزيد على قناتي على اليوتيوب هتلاقي الحوارات المسكونية. Thank you new life، لاحترامك وتقديرك. Thank you وحضرتك، شكرا. مش عايزين الحوارات المسكونية هتلاقوها على قناتي على اليوتيوب، فيها تفصيل تفاصيل. هل في أي سؤال تاني؟ هتلاقوها على قناتي على اليوتيوب، فيها تفصيل تفاصيل. هل في أي سؤال تاني؟ Thank you جيسي للدعم، شكرا جزيلا. ومن تشارك في التعليقات ومن تشارك، رب يعوض تعب محبتك. شكرا، نلقاكم على خير بإذن الله. نعمة ربكم.